نرحب بكم مشاهدينا عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليليمير. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. تعيين المطران ويليام الشوملي نائباً بطريركياً للاتين في الأردن. أساقفة وكهنة البطريركية اللاتينية يلتئمون في عمان. مرور عام على إنشاء مشروع الرافدين للعراقيات المهجرات. أهلاً بكم. أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين بعمان قداس إلهي احتفالاً بتعيين المطران ويليام الشوملي نائباً بطريركياً للاتين في الأردن بحضور ممثلي الكنائس الرسولية وجموع من المؤمنين من داخل الأردن وفلسطين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. باستقبال رسمي وشعبي واسعين وصل عبر جسر الملك حسين سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتيني في الأردن والمعين حديثا من قبل رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا، يرافقه المطران بولس ماركوتسو مطران اللاتيني في الناصرة وعدد من فرسان القبر المقدس. وكان في استقبال سيادته لدى وصوله المطران مارون اللحام وجمع من الآباء الكهنة من الكنيسة اللاتينية والشمامسة والرهبان وشخصيات رسمية وجموع من المؤمنين. وبعد اختتام مراسم الاستقبال الرسمي لسيادته انطلق الموكب إلى كنيسة العذراء الناصرية بعمان لإقامة قداس إلهي احتفالاً بتعيين المطران ويليام الشوملي وشكر للمطران مارون اللحام بحضور رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسافالا والبطريرك فؤاد طوال والمنسنيور روبرتو كونا والمطران سليم الصايغ وممثلي الكنائس الرسولية المختلفة في الأردن والشمامسة والرهبان والراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية وفرق كشفية وجوقات ترانيم وجموع من المؤمنين من داخل الأردن وفلسطين. ورحب الأب شهاد شويحات رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية في الأردن بالمطران الشوملي باسم جميع كهنة الكنيسة اللاتينية شاكراً المطران اللحام على سنوات قضاها في الأردن خادماً في حقل الرب. أيها الروح القدس أعطنا مواهبك السبع، هب لنا ثواب الفضيلة، آتنا الخلاص والفرح الدائم، آمين. وألقى المطران ويليام الشوملي كلمة أمام جموع المؤمنين قال فيها: في هذه اللحظات تنتابني مشاعر متضاربة تتراوح بين الرهبة والثقة وبين الخوف والإقدام، مقدما شكره للمطران مارون اللحام على خدمته الكهنوتية في الأردن. في الواقع تطلعاتي بسيطة، أن أخطط وأن أعمل مع إخوتي الكهنة، نخطط معا، ننفذ معا، نصلي معا، لأن الله مع الجماعة، وحيث اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون بينهما. إحنا بدنا نزرع المحبة في قلوب الناس، المصالحة، الأخوة، العطف المتبادل، كلمة الإنجيل تنتشر فيصبح الناس أكثر سعادة، لأن السعادة هي في اتباع إرادة الله ومشيئته. هذا كل ما أتطلع إليه في بداية أخذ عملي في عمان. اتكلوا على الله، صلوا لله، أحبوا بعضكم بعضا، الحياة جميلة مع الرب. وقدم المطران مارون اللحام في ختام القداس كلمة أكد فيها أنه سيستمر في خدمة الكنيسة ومؤمنيها أينما كان، طالبا من الجميع أن يرافقوه بالصلاة وداعيا للمطران الشوملي التوفيق في مسؤوليته الجديدة. أيها الإخوة، احملوه في قلبكم وفي صلاتكم. المطران ويليام لا يهاب من العمل، وكما كنت أقول للمؤمنين عند تنصيب كاهن رعية جديد، أقول لكم أتعبوا يديه ورجليه لكن لا تتعبوا رأسه بمشاكل لا لزوم لها. وبعد انتهاء قداس الشكر انتقل موكب الأساقفة إلى ساحة الكنيسة لتقبل التهاني من جموع المؤمنين متبادلين معهم الصور التذكارية. صلاة، صلاة.
عقد في بيت الزيارة لراهبات الوردية في دابوق اجتماع أساقفة وكهنة البطريركية اللاتينية في الأردن وفلسطين والجليل ودول الخليج، ترأسه رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية، وذلك بهدف القيام بدراسة معمقة لكثير من القضايا التي تخص البطريركية اللاتينية من النواحي الروحية والاجتماعية، وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار وتباحثها مع الأساقفة والآباء الكهنة. وختم اللقاء بقداس إلهي ترأسه رئيس الأساقفة بيتسبالا، رفعت خلاله الصلوات والابتهالات من أجل جميع النوايا في هذا اللقاء. التقى كل كهنة البطريركية في كل الأبرشية، أردن، فلسطين، الجليل، وأيضا بعض الكهنة جاءوا من الخليج مع المطارنة والمدبر الرسولي لكي يتدارسوا الخطة الرعوية والروحية للسنوات القادمة، وتدارسنا كل نواحي حياتنا، علاقتنا مع بعض، علاقتنا مع العلمانيين، اللجان التي يجب أن تعمل، كيف نقوم الأخطاء السابقة، أيضا الإدارة المالية لأنها شيء مهم، موضوع جامعة مادبة، وكل القضايا التي تهم الأبرشية ليس فقط الكهنة لوحدهم. أنا سعيد أنه بدأت عملي بهذا الاجتماع، لأنه بالنسبة لي هو باعتبار البوصلة التي ستوجهني، والبوصلة طبعا دائما هي الروح القدس، لكن هو أيضا البوصلة التي توجه الأسقف والكاهن. زار وفد من مطرانية الروم الأرثوذكس برئاسة المطران فينيديكتوس مشروع إقليم عراق الأمير السياحي، الذي يسعى إلى تأهيل المواقع الأثرية الدينية في المنطقة خاصة المسيحية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. خلال زيارته لمشروع إقليم عراق الأمير السياحي، اطلع وفد مطرانية الروم الأرثوذكس على تفاصيل المشروع على أرض الواقع، وبما ستقدمه أمانة عمان بالشراكة مع الجهات المعنية لتأهيل كهف السيد المسيح ومسار المعمودية، نظراً لأهميته بتعزيز السياحة الدينية في المملكة. المهندس محمد أبو زيتون مدير مشروع إقليم عراق الأمير أكد للوفد الزائر أن أمانة عمان تسعى إلى الشراكة مع وزارة السياحة لتأهيل مجموعة المواقع الأثرية الدينية المسيحية، ومنها كهف السيد المسيح وطريق المعمودية الذي سيربط بين الكهف والمختص، تمهيدا لوضعه على خارطة التراث الديني العالمي. ضمن استراتيجيات أمانة عمان في تطوير السياحة الدينية وجذب الاستثمارات وتطوير شبكة طرق كفء وفعالة وآمنة في العاصمة عمان، تم إطلاق إقليم عراق الأمير السياحي لما تتمتع فيه هذه المنطقة من ميزات جمالية وتراثية وأثرية تجعل هذه المنطقة مركز جذب سياحي عالمي ديني، حيث تقوم أمانة عمان بالشراكة مع وزارة الأشغال ودائرة الآثار العامة في تأهيل مسار المعمودية الذي يربط بين كهف السيد المسيح الذي تم اكتشافه من قبل خبراء ومنهم الخبير الدكتور محمد وهيب مع منطقة المغطس. هذا الإقليم سيكون جزء من هذا الإقليم هو تطوير شبكة طرق كاملة للمنطقة، بالإضافة إلى زيادة الطرق الخضراء، بالإضافة إنه إن سيتم تأهيل بعض المواقع التراثية وكنيسة كهف السيد المسيح. في عراق الأمير يوجد كهف، وعندما أجرينا الدراسات عليه وجدنا أن في داخله كنيسة وفي خارجه كنيسة، وكان السؤال الذي يطرح: لماذا تقام هنا كنيستان في هذا المكان بحد ذاته وبعينه دون سائر الكهوف في الأردن؟ إنها مكرمة من الله سبحانه وتعالى لهذا المكان عندما جاءه السيد المسيح، وعندما جاء معه أتباعه من المؤمنين رجال صدقوا الله، فجاءوا يبشرون ويدعون بهذه الديانة الجديدة على هذه الأرض المباركة، وهنا بدأت الديانة المسيحية بالتعليم. نعم، هذا الكهف يمثل مرحلتان: المرحلة السرية في الدعوة المسيحية، ثم المرحلة الجهارية. المرحلة السرية كانت في داخل هذا الكهف، ولذلك أقاموا هذه الكنيسة في الداخل للتعبد بعيدا عن أعين الناس، بعيدا عن أعين الرومان، بعيدا عن أعين الظالمين.
ثم أقيمت بعدما اعترف بالديانة المسيحية، بعدما عقد مجمع نيقيا اعترف بالديانة المسيحية، وجاءت القديسة هيلانا إلى الجانب الشرقي من نهر الأردن وأمرت بإنشاء الكنائس، فقام الرهبان ورجال الدين ببناء الكنائس في منطقة عماد السيد المسيح وفي المناطق المجاورة. ومن جهته أثنى المطران فينيديكتوس مطران الروم الأرثوذكس بعمان على حسن استقبال أهالي منطقة عراق الأمير للوفد الزائر، والذي يجسد أواصر الوحدة الوطنية والعيش المشترك، حيث أكد الوفد المرافق لسيادته على أهمية التعاون والتنسيق مع جميع الكنائس المسيحية لترويج وإعلان موقع عراق الأمير كبقية مواقع الحج في المملكة، ليكون محطة أخرى للحج الديني، فضلا عن كونه يشكل إرثا حضاريا وتاريخيا في المنطقة. نعلن للجميع أننا شعب واحد وأمة واحدة، يربطنا جميعا الله الواحد والوطن الواحد والملك الواحد الذي يقوينا حتى نكون شعلة نور، لسنا شعلة حرائق، لسنا شعلة تضارب، لسنا شعلة كره ولا ضغينة، بس شعلة نور تعطي الطريق للجميع، كما قال المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة، وبالتالي نحن نسير في الطريق الواحد والحق الواحد والحياة الواحدة، وبالتالي نعلن للجميع أن الأردن بلد المهاجرين والأنصار، الأردن هو بلد العلم والعلماء، بلد الفكر، بلد الحوار، بلد قبول الواحد للآخر، بلد احترام الواحد للآخر. هذا الموقع عبارة عن أثر تاريخي مسيحي له من العمر 1500 سنة، وقد شاهدنا مع سيادة المتروبوليت الأثار الكنسية الموجودة، حيث كان هناك موقع الكنيسة ظاهرا للعيان، وهناك أيضا كهف لغاية الآن يقول أنه كهف السيد المسيح قد مر هناك، مع أنه منطقة شجرية خضراء فيها مياه. وقد أشار خبير الآثار الذي يقوم على تنقيب عن هذا الموقع بأن هناك صوامع كثيرة وكنائس مختلفة موجودة في تلك المنطقة. كما أشاد نواب ووجهاء ومواطنو عراق الأمير بأهمية إقامة هذا المشروع الذي سينعكس إيجابا على منطقتهم ويحسن من واقعها وجمالياتها ويزيد من الاهتمام بها من خلال توفير الخدمات اللازمة للمنطقة، ومن شأن ذلك أن يضعها على الخارطة السياحية لتكون منطقة دينية وسياحية جاذبة، فضلا عن توفير فرص عمل لأبنائهم. نحن كأبناء منطقة رحين نستفيد كثير من هذا المشروع، رحين يستفيدوا الأهالي أول شيء إنه هذا المشروع بالنسبة لموضوع تنظيم الأراضي بينهم وإقسام الأراضي بينهم، تعرف هاي الأمور عالقة جدا وبتخلق مشاكل كثيرة 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 في المنطقة، كوني ابن المنطقة وبعرف هذه المشاكل. لما المشروع يمشي معناته تلقائيا تنظم الأراضي وصير اتفاق بين الإخوان، هاي النقطة. النقطة الثانية بالنسبة للمشروع والمنطقة اللي فيها هذا المشروع، طبعا فيها الأماكن الدينية الكثيرة وفيها الأماكن الأثرية الكثيرة، وهذا الحكي طبعا احنا طبعا بالتعاون مع وزارة السياحة قمنا في بعض الشغلات لكن غير كافية، بس إن شاء الله هذا المشروع راح ينفذها، اللي هو موضوع ترميم وسياج لقصر العبد. انطباعنا احنا نرحب بهذا المشروع، مشروع ديني ومشروع سياحي ومشروع استثماري، وندعو المستثمرين انهم يأتوا إلى منطقة الوادي الأخضر ويبنوا فنادق ويبنوا مقرات. كذلك ندعو البابا بزيارة منطقتنا وإلى هذا الكهف وبناء معلم للكنيسة وإطلاق الاسم الدين عليه للحج من إخواننا المسيحيين. إحنا كعشائر عباد نحن بتعيشين إحنا والمسيحيين من قديم الزمان، فكلنا أشقاء، نحضر مناسباتهم، يحضر مناسباتنا، متعايشين، نرفض الإرهاب، نرفض العنصرية، منطقة أمان. ومش أول مرة، إحنا معظم أهالي أوروبا زاروا منطقة عراق الأمير ومنطقة والأردن ومنطقة عراق الأمير والوادي الأخضر، فكنا لنا صداقات معاتهم قديمة جداً.
أعلنت الكنائس الرسولية بدء الصوم الأربعيني المقدس والذي يستمر حتى عيد الفصح، حيث تقام صلوات يومية مرافقة طوال فترة الصوم في كافة الكنائس. ففي الكنائس الشرقية تتوشح رتبة صلاة النوم الكبرى يومياً ما عدا الجمعة والسبت والأحد، أما في الكنيسة الغربية تقام رتبة درب الصليب. إن مدة الأربعين يوماً تمثل رحلة ابن الإنسان من الأرض إلى السماء، رسالة مفادها أننا هنا في الكنيسة الأرضية في طوق واشتياق إلى الكنيسة السماوية الممجدة. ويشار إلى أن الصوم في الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة متفق عليه بين كافة الكنائس في الشرق والغرب من حيث المضمون، متمنين للجميع صوما مباركا وكل عام وأنتم بخير. لا يوجد أعظم من المسامحة، لأنه في المسامحة نحن نتشابه مع الله. الله خلقنا على صورته ومثاله، فالله رحيم وبالتالي خلقنا رحماء، وهكذا نحن بالمسامحة من نضع الرحمة في ناحيتها العملية. بالمسامحة أيضا نتواضع، بالمسامحة نرتقي إلى السماء. يقبل الإنسان الآخر كما قبلنا المسيح. المسيح لما أجى على الأرض ما كانش فيه ولا مسيحي، ولكن لما قام أعطى الخلاص لكل البشر، لكل العالم. مندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال، رعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران حفل إشهار كتاب المسيحيون في المشرق العربي نحو دولة المواطنة للدكتور نائل جرجس، بحضور رجال دين مسلمين ومسيحيين وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والشعبية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بتنظيم من المعهد الملكي للدراسات الدينية ومنتدى الفكر العربي، جاء حفل إشهار كتاب المسيحيون في المشرق العربي نحو دولة المواطنة في وقت يواجه المسيحيون في المشرق العربي مخاطر عدة، أبرزها إفراغ المشرق منهم وهجراتهم المتتالية إلى الغرب وتراجع دورهم الريادي. الدكتور بدران أشار في كلمة ألقاها في الحفل الذي أقيم في النادي الأرثوذكسي بعمان إلى أن الإحصائيات التقريبية أفادت بأن عدد المسيحيين في المشرق العربي إبان القرن السادس عشر كانوا حوالي 16 مليون نسمة، وقد تراجع عددهم بعد 4 قرون إلى 17 مليون، داعيا في محاضرته إلى ضرورة المحافظة على هذا المكون الاجتماعي لأهمية وجودهم في تحقيق النهضة الشاملة للمجتمع العربي. فكيف لنا أن نعيش دون تطوير هذه الواحة التي نعيش عليها باحترام التنوع والتعددية واحترام الاختلاف والتركيز على الجوامع، لنكون مثالا للتعايش بين الأديان السماوية واحترام الأقليات وإعطائها كامل حقوقها على أساس المواطنة، فهم أهل الأرض وأصحاب الوطن، إذ أنهم ليسوا بأقليات. وكلمة أقليات لا تنطبق على واقعنا، هم أهل الأرض وأصحاب الوطن كما يظهر التعريف اللغوي، بل هم مواطنون أصليون في الوطن الذي يعيشون فيه. وأخيراً، يشكل كتاب المسيحيون في المشرق العربي نحو دولة المواطنة مرجعاً مهماً لكل من يسعى إلى ترسيخ وجوده في المشرق بمواطنته الفاعلة التي تحافظ على حقوقه والقيام بواجباته، كما يشكل مرجعاً رئيساً للباحثين في موضوع الأقليات في عالمنا العربي. مديرة المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتورة ماجدة عمر تناولت في كلمتها الحديث حول الكتاب ومؤلفه، فقالت إن الدكتور نائل جرجس عالج في كتابه أوضاع المسيحيين في دول المشرق العربي، خاصة سوريا ولبنان والأردن ومصر، وذلك بمقارنة المنظومة القانونية والسياسية بين هذه الدول ومدى احترامها للقانون الدولي الإنساني.
فجاءت رعاية المعهد لكتاب الدكتور نائل جرجس المسيحيون في المشرق العربي نحو دولة المواطنة ضمن هذا التوجه وهذا الاهتمام بالإطلالة على أوضاع المسيحيين العرب في المجتمعات الإسلامية. فالمعهد كونه معهدا رائدا في التعاطي مع قضايا الحوار بين أتباع الديانات والثقافات يحرص على أن يقيم مثل هذه المناسبات لإطلاع العامة وليس فقط الخاصة على القضايا الأساسية التي تهم العرب المسيحيين والمشرقيين في هذه الآونة. وشارك في الحديث عدد من المتحدثين الذين خاضوا قراءات معمقة في الكتاب وفصوله والمحاور التي عالجها. نحن مهما اختلف الدين بنا والسنن أخوة يجمعنا في الله هذا الوطن، ونحن نؤمن ونمارس أن المواطنة هي طريقة حياة وهي التزام بالصالح العام ومشاركة جادة وفاعلة في الشؤون العامة، وهي مواطنة قانونية ومواطنة أخلاقية. وأحسب أن للمسيحيين في المشرق العربي ونحن منهم التزام مطلق ومساهمات غنية لخير أوطانهم وخير مواطنيهم. الفارق بيننا وبين الغرب إنهم يستطيعون إيجاد حلول سلمية باللجوء إلى القانون إلى الدستور، في حين نحن نذهب إلى السلاح وإلى العنف وإلى الإرهاب في حل هذه المشكلات. وإنما أعد نفسي في مركز هذه البلاد التي نشأ بها أجدادي وطوروها ودافعوا عنها حتى ضد الذين ادعوا الجهاد من أجل المسيحية. لما حاصروا الكرك الصليبيين فوجئوا بعد اقتحامها بعد 6 أشهر، فوجئوا أن المقاومين كانوا من المسيحيين. أنا أكثر من مرة بالقدس سألوني عن المسيحية، ما وضع المسيحية بالغزة، فكان جوابنا المسيحية بغزة ليسوا جتو جماعة على حدة نعتني بهم أو لا نعتني، هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، إنهم نفس الآلام ونفس الآمال ونفس المستقبل. بدكم تعتنوا بالمسيحية، اعتنوا بكل غزة، خلصونا من هالورطة والكل بيستفيد، المسيحي والمسلم. ونفس الشيء هون، في عنا نقص القانون شيء، والتطبيق اليوم لسه الطريق أمامنا طويلة. عم نعمل جهد والحكومة بتعمل جهد، بكتبنا المدرسية منا جهد، بكل مكان منا جهد. احنا لم نصل الكمال بعد، ولكن بالنسبة لغيرنا نشكر ربنا ونحن بألف نعمة. كتاب شيق، كتاب أنصح بقراءته، وكتاب يعرض الحقائق بدون أي تهجم وبدون أي روح نقد. نحن نقف كعرب مسيحيين لنقول كلا، نحن عشنا مع بعض، تعايشنا مع بعض، تفهمنا مع بعض، ولا يمكن أن تكون قائمة للبلدان العربية من غير دولة سيادة القانون والمواطنة، وهي الضمانة الوحيدة من أجل استمرارية الوجود العربي المسيحي وأيضا الإسلامي في الشرق الأوسط. الكتاب من تأليف الدكتور نائل جرجس، وهو سوري الجنسية يعيش في الأردن، وقد بيّن أن كتابه يعالج موضوع الحرية الدينية مسلطا الضوء على دور الدين في تعزيز أو تقويض مبدأ المواطنة. يعالج قضايا المسيحيين في المشرق ويقارن بين 4 دول هي سوريا ومصر ولبنان والأردن، ويتطرق بشكل خاص إلى موضوع المساواة أمام القانون والمحاكم وإلى موضوع الحرية الدينية. وعالج بهذا الكتاب قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في المشرق العربي سواء كانت الإسلامية أو المسيحية، وما هي الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيين بمقتضى هذه القوانين. مشروع الرافدين أنشئ قبل عام مضى، تعرض فيه أشغال يدوية من إنتاج فتيات عراقيات مهجرات ليكون مصدر رزق لهن. المزيد في التقرير التالي. الرافدين في العراق، وتعني بلاد ما بين النهرين.
اليوم في الأردن يطلق اسم الرافدين على مشروع رأى النور قبل عام مضى، وهو مشروع تقوم عليه فتيات عراقيات مهجرات. فقبل أكثر من عامين أجبرت العديد من العائلات المسيحية العراقية على ترك بيوتها ووطنها بحثاً عن الاستقرار والحياة الآمنة التي فقدتها بسبب الإرهاب القاتل. في ذلك الوقت هبت العديد من الكنائس والجمعيات الأردنية لمد يد العون لهؤلاء المهجرين، فاحتضنتهم وقدمت لهم ما يمكن أن يساعدهم في الحصول على حياة كريمة، لكن الحاجة إلى تأمين متطلبات الحياة اليومية كان أمراً ملحاً. فبدأت فكرة إنشاء مشغل للخياطة تعمل به الفتيات ليصبحن منتجات في بيوتهن وعائلاتهن، وبمبادرة من الأب ماريو وبدعم من الفاتيكان وبفكرة من سيدتين إيطاليتين تطوعن لتعليمهن فن الخياطة داخل قاعة دير راهبات السلزيان في جبل الويبدي بعمان، بدأن العمل بالمشروع وبدأ الرجاء يكبر في قلوبهن. اليوم تحتفل هؤلاء الفتيات بإضاءة الشمعة الأولى لمشروع الرافدين، ففي قاعة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق أقيم بازار يعرض مشغولات يدوية صنعت بأيد عراقية، حضرته السفيرة العراقية في الأردن صفية سهيل وعدد من الآباء الكهنة ومسؤولون من السفارتين الإيطالية والبابوية بعمان وجمع من المدعوين والزوار. معروضات تمزج ما بين التقاليد الشرقية والأنماط الغربية قدمتها الفتيات بجهودهن للاعتماد على أنفسهن في بناء حياتهن. مبروك لبنات الرافدين هذا النجاح الكبير بعد عام من البدء بالعمل في الأتوليه والشغل اليدوي وتقديم هذا الجمال الرائع من الأعمال اليدوية. اليوم معرضهم أكبر وأكبر وبرقي وبمهارة عالية، ونتمنى العام المقبل أن نشوف معرض بعد أكبر ونشوفه عبر العالم وليس فقط في عمان. مشروع الرافدين ذو الفكرة الإيطالية المنبع يساعد الفتيات العراقيات على تعلم مهنة تشكل لهن مصدر عيش ضروري وآمن. اليوم وبعد مرور سنة واحدة للاحتفال مع أصحابنا وشركائنا، نحن سعداء وفخورون ببناتنا لتعلمهن الخياطة والحياكة، والشكر لله والشكر لكل هؤلاء المتطوعين والقائمين الذين أشرفوا على هذا المشروع وقدموه لنا. الفتيات العراقيات العاملات بهذا المشغل والذي يحمل علامة تجارية بعنوان صنع بأيدي فتيات عراقيات جعل منهن منتجات لمهنة مفيدة. احنا ابتدأنا هذا المشروع من خلال فكرة لمجموعة
من الخياطات الإيطاليات اللي هم حبوا أن يدعمونا بهذا الشيء. إحنا كلاجئات عراقيات موجودين في عمان، وأيضا أبونا ماريو هو المشرف علينا. كانت بداية هي ككورس خلال أسبوع، كنا 20 بنت، لكن من شافوا إنتاجاتنا وشغلنا هو كلش حلو وجيد، يعني رادوا إنه يسووا مثل شغل يستمر ويساعدنا ويدعمنا يعني، وإنه هي كمهنة حلوة واحد يتعلمها، وخاصة للبنات وفد شيء كلش مهم. وأيضا يعني تعلمنا معنى الصبر، مرات من تصير بعض المشاكل ببعض القطع من الملابس، ف يعني نقدر إنه نواجهها بصبر أكثر. ورغم ما مر بهن من ظروف صعبة، فالفتيات العراقيات يؤكدن أن الأمل والرجاء بغد أفضل ما زال موجودا، وأن الله يختار دائما الطريق الأفضل لحياة كل فرد فينا. بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إشهار كتاب المسيحيون في المشرق العربي نحو دولة المواطنة. قداس إلهي احتفالاً بتعيين المطران ويليام الشوملي نائباً بطريركياً لللاتين في الأردن. وفد من مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان يزور منطقة عراق الأمير. ختام النشرة، تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.